يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النقود التي تخرج زكاتها نقودا ثم يشتري بها المزكي مواد غذائية يوزعها على مستحقي الزكاة، هل تجزئ أم لا بد من أن يعطيها نقودا؟ يجزئ تجزي، ولكن الأولى أنه يعطيهم النقود لأن يمكن حاجتهم النقود، يعطيهم النقود إلا إذا كانوا لا يحسنون التصرف ويبذرونها ويفسدونها، فلا مانع أنه يشتري بها حوائج ويعطيهم إياها لأن لا يفسدوها. نعم.